بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الشورت فيديو ده هيتكلم ازاي نقدر نبني ستاكينج انسامبل على مجموعه من المودلز بحيث من خلالها نقدر نعمل بريدكشن اذا كان البيشنت عنده دايابيتس ولا لا. عارفين الدايابيتس من اشهر الامراض الموجوده دلوقتي على مستوى العالم، في اكتر من 400 مليون انسان مصاب بالدايابيتس. المشكلة الرئيسية ان الجسم حاجة من اتنين، لان لما بيطلعش كمية انسولين كافية او البودي سيلز ما بتتعملش ريسبوندينج بشكل جيد مع الانسولين، ومن ثم الجلوكوز في الدم بيبقى نسبته عالية جدا. ما طبعا ليك كومبليكيشنز كتير، قد يوصل لحد ان بعض البيشنز بيموت. طبعا في ثلاث انواع من الدايابيتس، تايب A، تايب B، والحمل او الجستيشنال. فخلينا نشوف هنتعامل ازاي. في عندنا داتابيس شهيره جدا اسمها الايم انديان دايابيتس، دي كانت معموله على فيميلز من عمر 21 فاكتر، لان ما فيش ميلز خالص. عموما معظم الدراسات بتقول ان المرض منتشر سواء الرجاله او الستات، مفيش فروقات جوهريه بين الاثنين. فهي الداتا بيس دي حوالي، تعالى كده نشوف كده عن الداتا بيس دي. اوكي، هي عباره عن 768 كيسز معموله على 9 فاريبلز، 8 منهم بريدكتورز، واحد هو بس الاوتكم فاريبل اللي هو دايابيتس، اللي هو بوزيتيف يعني عندك دايابيتس، او نيجاتيف يعني ما فيش دايابيتس. ودول الايت فاريبلز اللي بنعملهم بريدكشنز. البريجننت الست دي كام مره كانت حامل قبل كده، نسبه الجلوكوز في الدم، نسبه البريشر بتاعت الدم. الترايسبس دي طريقه بديله لحساب وزن الانسان. احنا عارفين اشهر حاجه بي ام اي اللي هي البودي ماس اندكس، لكن كمان الترايسبس هي احدى الطرق الشهيره برضو لحساب الوزن. نسبه الانسولين عامله ازاي، التاريخ المرض عامل ازاي، العمر بتاع المريضه. هناخد بالنا ان بعض الكيسز نلز، بس للاسف هنا مكتوبه ان هي زيروز، يعني لو حملت الداتا طبعا عامل انستليشنز بفلوس كتير، احمل مجموعه المايكروز اللي عندي. تعالى انا احمل الداتا، الداتا سيت بتاعتي. لو انا فرجتك على الداتا سيت بتاعتي الموجوده الاقي ان في صفار كتير. هي الصفار دي مش صفار حقيقيه، دي نال فاليوز. في طرق كتير هتعمل فيها مع النال فاليوز. ممكن ان انت تدلت خالص الكيسز دي، ده حال. الحال التاني ان انت تستبدلها بالافريج فاليو للكول، ده حال التاني. الحال التالت انك تعمل امبيوتيشن، يعني افترض ان انت عندك كل المعلومات متوفره، تحاول تعمل جاسي بناء على الفاليوز الموجوده دي، تفتكر الفاليو دي تبقى كام. اوكي، فده بنسميه الميوتيشنز. يعني هديك مثال، فرضا ان انت عايز تتعامل بطريقه الافرج، انت ممكن الافرج التاني من الداتابيس، بس بدل الزيرو مكتوبه نون فاليوز. يعني هي بس انت شفت مش دي هي ان ايس عشان اقدر اتعامل معاها. طيب لو انا عايز اتعامل مع الميوتيشنز، في باكج شهيرة جدا اسمها الاميليا فيو. لو انت مليت عليها هيفتح لك المناظر ده، ممكن تبتدي تعمل لودينج الداتا سيت بتاعتك. عشان تعمل لود محتاج ان انت اصلا ابعت الداتا سيت بتاعتي على سي اس في فايل. بحيث ان انا اقدر اعملها لودينج اللي فيه
عايز تعمل ايه بقى بالظبط؟ قلت له انا عايز اعمل ميوتيشن ماشي سكسسفول ميوتيشنز. تعالى نقفل كده نشوف الراجل ده عمل ايه. اروح هنا في الكف، اروح في التي ام، اروح في البيتس امجز، الاقي ان هو عمل لي 5 possible mutations. تعالي افتح كده اي mutation منه. مثلا زي الانسر هتلاقي كان في نقص كتير جدا قدر يملاها ميوتيشن وحط ايديه، بس المشكله ان كتير من الجاسنج اللي بيعملوه طالع ماينس. طبعا في طرق تخليني اعمل يعني سيبيليشنز او شروط معينه بحيث اضمن ان مفيش نيجاتيف يطلع عندي، ان انا اسدد اي حاجه نيجاتيف بزيرو، بس يعني حاسس ان ده نونسنس. لذلك انا شايف الميوتيشنز ما كانتش جيدة. طبعا كنت ممكن اعمل الميوتيشنز وزن الاور نفسه بدل مستخدم الاميليا فيو. انا كنت ممكن اقول انا عايز من الداتا سيت دي اعمل 5 ميوتيشنز على الديابيتس، فده بيسميه اللي هسميه اميليا فيت. طلع عندي الاميليا فيت اهو، وريني مثلا تاني ميوتيشن بين ميوتيشن نمبر 2 ممكن افتحه من هنا بيبقى اسهل. عشان كده انا ما استصرفتش الميوتيشنز في الكيس او في التعامل مع الداتا سيت دي بالتحديد. طيب كان في حل تاني، ان انا كنت ممكن استبدل كل نال فاليو بالمين بتاعت الكود من خلال الكود البسيط. المهم حبيت بس اوريك الدنيا ماشيه ازاي. تعالي نرجع للكود بتاعنا الأصلي. اوكي انا تاني اعمل لودينج للايبرز بتاعتي، دي الداتا سيت بتاعتي، دي الفاريبلز الموجودة عندي. طبعا انا اقدر اتفرج على الستراكشر بتاع الداتا سيت، هلاقي كله نيوميرك فاليوز ما عدا الديابيتس اللي هو الفاكتور اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف اللي هو 1 و 2. انت بصيت هتلاقي ان الديابيتس طالع 1 و 2 بوزيتيف ونيجاتيف. اوكي طيب انا هعمل ستاكينج بناء على مجموعه من المودلز، فعايزين نبتدي نجيب مودل منهم الاول علشان الريسيرش بتاعنا يبقى ريبروديوسبل، بحيث ان اي حد يران الكود يطلع بنفس النتائج. فانا هخلي مثلا السي بتاعي سبب، خليها القيمة اللي انت عايزها بس تثبتها لكل الكود. وبعدين بدل ما اقسم الكود بتاعي للتريننج سيت والتست سيت، الافضل ان انا هعمل كروس فاليديشن. هعمل 10 فولد كروس فاليديشن بحيث ان الداتا سيت كلها تتقسم ل10 حتت، كل مرة هياخد 9 اجزاء منهم يعتبر ان هو ده التست سيت، والعشر الاخير هيعتبر ده ان هو التست سيت، والتسعة التانيين هما التريننج سيت، ويكرر الكلام ده 10 مرات كل مرة بس يغير البورشن اللي هي مع التست. خلاص ده بيدينا نتيجة بتبقى افضل كتير. قلت له بس ان انا عايز البروبابيلتيز تبقى موجودة معايا في المودلز، وكمان هعمل بروسيسنج. ايه البروسيسنج بتاعي؟ طبعا دي نيوميريك فاليوز
ملوش دعوة بتعقيم كلها مختلفة عن بعض. يعني هنا مثلا على مرات الحمل تلاقي ستة واحدة تانية أرقام صغيرة لكنها أرقام كبيرة. ويفضل في الوضع ده إنك تعمل بري بروسيسنج للداتا بحيث تعمل سكيلينج بحيث الأفريج يبقى زيرو والستاندرد ديفيشن يبقى ون. فأنا هعمل الكلام ده إن أنا أعمل بري بروسيسنج بحيث إن أنا أعمل سنترينج وأعمل سكيلينج. ايه الالجوريزمز اللي انا هستخدمها؟ هستخدم لينير ديسكريمنت اناليسيس، هستخدم ريكيرسيف بارتيشننج، وهيبقى الكورد بس مش بيستخدم جيني اندكس، هستخدم حاجه تانيه اسمها بولتد بريوري بريورز، وهستخدم الجي ال ام او الجنرالايز لينير مودلز، الكي نيرست نيبر والاس في ام، بس الكيرنل فانكشن هتبقى ريديو ونايف بيس. دي الستة اللي انا اخترتها نعمل عليهم بعد كده نصور. طيب اسيت السيت بتاعتي كلاس 7، قلت له انا عايز ابني كام موديل بقى؟ ستة مودلز بحيث ان الاوتبوت فاريبل هو الدايبيتس والباقي كل الفاريبلز التمانية هما دول البريدكتورز. الداتا هي طبعا الداتا ست، اخذها في الاعتبار الكنترول فاليوز اللي انا حطيتها هنا، مجموعة الالجوريزمز الستة اللي انا حددتها. يركز كده مع نفسه شوية قبل ما يخلص. تعالى كده عايزين نعرف يعني مجزأ كل موديل من المودلز الستة. طيب ال LDA الحقيقة LDA linear الاثنين بيعملوا dimension reduction، بس الهدف يعني الاثنين بيعملوا transformations axes، بس الهدف مختلف. في حالة ال PCA الغرض الرئيسي انك توجد مجموعة من features اللي بتmaximize ال variance. حالة ال LDA الغرض الرئيسي ان الاكسيز اللي بيقدم الترانسفورميشنز الاكسيز اللي احنا بنعمله ان انت بتحاول تماكسمايز الديستنس ما بين المين بتاع الجروبس المختلفة او الكلاسترز الجروبس الكلاسترز المختلفة، وفي نفس الوقت ولو في نفس الوقت دي ان انت بتحاول تمينيمايز الscattering والvariance within كل class. دي مهم من أيا كان في الحالة الـ LDA والحالة الـ PCA، في الاثنين تقدر تعرف مجموعة الفيتشرز أو مجموعة الvariables اللي بتكون الفيتشرز أو بتكون الأكسيز الجديدة، بس والاثنين بيعملوا رانكينج للفيتشرز بناء على الامبورتنس. طيب احنا وصلنا اتكلمنا عن ال DA، تعالى نتكلم شوية عن ال ORBIT. ORBIT يبقى قوي من ال CORT decision tree يعني من الاخر، بحيث ان انت عندك مجموعة من الفيتشرز في كل تحاول تشوف افضل فيتشر افضل variable هتعمل عنده splitting بناء على حاجة بنسميها الامبيوريتي. نقيس الامبيوريتي ازاي؟ في عندنا مجموعة من التكنيكس زي الجيني اندكس مثلا، لكن الحقيقة ان الاورد بيشتغل بحاجة تانية اسمها الاورد بريورز. قريب الفكرة قريبة يعني.
كلتا الحالتين لازم تعرف ان اهم تو ستيجز ان انت تبني التري. الستيج التانية ان انت تعمل كلونينج للتري, بس تبلت على التري تنزل الليفل التاني التالت الرابع تفضل لما لا نهاية. لا بتحط كونديشن علشان ما تستمرش يعني لما لا نهاية. الكونديشن ده مثلا ان يعني يكون عندك مينيمم سبورت, يعني اقل عدد من الكيسز تبقى موجودة في النود. لو العدد اقل من ده يبقى انت مش هتعمل سبورت. طب الحاجة التانية, نفترض ان الدنيا كبيرة جدا والداتابيس كبيرة جدا, معنى كده ان ممكن يبقى فيه عدد ضخم جدا من الداتابيس, فممكن يحصل اوفر فاتنج. يعني ايه اوفر فاتنج؟ يعني الداتا بيس ما بقتش موديل, الداتا الموديل اللي بتبنيه مش موديل حقيقي, الموديل هو تمثيل للواقع مش الواقع, مش انت بتاخد صورة من الواقع, انت بس بتمثل الواقع او بتاخد اهم ما في الواقع بحيث تقدر بعد كده تجادج نيو كيسز. ففي حالة الاوفر فيتنج لا, انت بتير يعني بتاخد صورة من الواقع زيادة عن اللزوم بحيث ان انت ما تبقاش تعمل اي جنراليزيشن او تاخد اي احكام بناء على الموديل بتاعك. فلازم تعمل في لحظة من لحظات كلونينج, يعني تقول انا هقف هنا خلاص, مش هعمل مزيد من السبلتين للتري, مش هقدر اكبر التري بعد اللحظة. فالنقط دي مهمة جدا, ايا كان التري اللي انت بتعملها لازم تحطها في اعتبارك. ده الباور بورد, ويعني بيسموه ريكيرسيف بارتيشننج يعني. طيب بعد كده الجي ال ام, الجي ال ام هو بيسموه جنرالايزد لينير مودول, هو طبعا اكستنشن لينير مودولز عموما. الفكرة ان ما بيسموها functions ممكن تبقى non-linear. اوكي, بمعنى ان بتسمح لك ان الconversions تاعتك تبقى exponential. اوكي, وده الحقيقة يعني في الواقع هتلاقيه بشكل هايل. الجي ال ام هتبقى مفيدة جدا لو في iteration في الداتا بتاعتك. طبعا بنتعامل مع discrete output زي الحالة بتاعتنا, بنتعامل مع الديابيتس اللي ما عنديش الديابيتس يعني. بس في الاخر هيطلع عندك مجموعة من الكوفيشنز, محتاج ان انت تبص عليها. بناء على الكوفيشنز دي ممكن ان انت تعمل predictions. بس طيب ال KNN او ال K nearest neighbor, بيبدأ مش K means, K means cluster KNN classification. بيكون عندي سي ان انت عندك كيس جديد عايز تعمل لها كلاسيفيكيشن. طيب هتعمل كلاسيفيكيشن بناء على ايه؟ بناء على كي اختيارية انت بتحددها سي 3 مثلا. معنى كده هتاخد الكيس بتاعتك وهتشوف اقرب 3 كيسز او 3 اوبزرفيشنز موجودين عندك في الداتا سيت, تبص على كل واحد من الثلاثة دول تشوف هي معمول لها allocation فين, في هاني class, في هاني group. بعدين تبتدي تعمل voting, يعني say ان انت new class او new case اللي انت عملت عليها لقيتها, بصيت على الثلاثة القريبين منها لقيت اتنين منهم في class A وواحد في class B, وعمل سامبل الفوت بيقول ان ال new case بتاعتك هتبقى في class A. الفكرة بسيطة لكن هي طبعا معرضة جامد لفكرة اللعب, ان انت مش ما توصلش لحل جلوب. فدي مشكله الحقيقه, هي مرتبطه قوي بالانترنال ستراكشر بتاع الداتا سيت. لكن هي طبعا الجوريزم سهل جدا, وهو طبعا بيستخدم كمان هو نون بارامتريك عكس الجي ال ام. طيب في ايه تاني عندنا الاس في ام؟ طبعا هو الجوريزم افضل كلاسيفاير موجود, وطبعا علشان فكرة الكلاسيفاير فانكشنز بليز ريفايز الفيديو اللي انا كنت عملته عن الاس في ام, دي معلومات اكتر عنه. طبعا عندك كمان نايف بيز, هو اسهل معتمد على نظرية البيزين سيري, مفيش حاجة
relations بين المودلز دي عامله ازاي. طبعا لما بتعمل كورليشن بين اي مودل من نفسه ليك 1 او 1 اهي. طيب بص العلاقه مثلا من ال دي اي وار وار 2 اقل من 20% ده شيء عظيم، لكن العلاقه من ال دي اي والجي ال ام واو 27%. معنى كده لما ليك ام ستاك هتيجي تربط عشان تحصل على موضوع افضل يوم صح ان انت لما تاخدها في الاعتبار عشان الكورليشنز هنا عالي جدا جدا جدا. خلاص يبقى في الاستاك النهائي اللي هنعمله هنشيل ده ده ده. افترض ان احنا نشيل الجي ده باعتبار ان ال دي اي من اكيوريسي افضل، لكن ممكن نبقى نقعد نجرب ونشوف. يعني لازم تحط ثريشولد، يعني انا مثلا ال دي اي وبس فيها حوالي 82%، حط ثريشولد. انا ممكن اقول مثلا عندي ثريشولد 75%، فلو الكورليشن اكبر من 75% هشيل واحد منهم. فمعنى كده ان كمان في الاستهلاك هشيل الاس في ام عشان الكورليشن ال دي اي 81%، ممكن اشيل ال ان بي عشان برضه اكتر من 75%، وهكذا. اوكي طيب تعالى عايزين نتفرج على الداتا دي، ده اكسبلوريشن للداتا بتاعتنا. لو انت بصيت هنا عند زومين كده دي الداتا بتاعتي، ده اهم حاجتين عندي، عندي الكوز وعندي بي ام اي. دي الداتا بتاعتي صحيح هنا اكتر النيجاتيف وهنا اكتر البوزيتيف، بس في تداخل. يمكن التداخل الكبير ده هو يعني مخلي الاكيورسي مش العاليه قوي، يعني مش 98 او 99%، ده هتلاقيها ان انت شغال في السبعينات يعني. طيب كويس. طيب عايزين نتفرج على الـ importance بتاعة الـ variables دي. أنا ممكن ناخدها بناء على أي واحد منهم، ممكن ناخدها بناء مثلا على الـ SVM. قبل كده أوريدي أنا بنيت 6 models بس كل واحد scattered، كل واحد لوحده يعني. أوكي فتعالى مثلا يقول لك الأكثر أهمية هو الجلوكوز وبعد كده البي ام اي، عشان كده لما جيت رسمت بناء على الاثنين دول. لكن الايدج مهم، بريجنسي مهم، كل حاجه دي بنسبة مثلا التعلم يعني شوية. انت ممكن كمان لو انت عايز ترسم ممكن تعمل بلوتنج للاس في ام، بس غيرت الديفايس بدل ما تطلعه على الويندو قلت ان انا عايز دراسة بي ام جي، اللي رحت قافل الديفايس وحددت له المكان اللي حاطط فيه الصورة. فبقى الامبورتنس فين اهو، ده الامبورتنس يطلع لك المنظر اللطيف. اوكي طيب ممكن كمان يعني قبل ما كنت تشتغل كنت ممكن تبتدي تعمل اكسبلوريشن، تبني تري خفيفة بسيطة خالص، والتري دي تعمل فيها بلوتينج، تتفرج على شكل الداتا بتاعتك قبل ما تبتدي. كنت تعمل السكس مودلز او وات ايفر انت عايز كنت تعمل ايه، انا حاططها في 3 3 3 3 3. ده شكل 3 بتاعتي الكوز الاكثر اهميه. اوكي هنعمل سبلتنج لل 3 بناء على الكوز، وبعد كده بناء على الماس والايج وهكذا. بس دي مجموعه الرولز الرئيسيه اللي بناء عليها بيبتدي يعمل سبلتنج للداتا، واللي هيستخدمها بعد كده علشان يحدد مصير كل نيو كيس المفروض تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف. كويس. انت ممكن طبعا في الفيز دي تبتدي ترسم العلاقات ما بين الفيريبلز المختلفة. انا كان يهمني مع الديابيتس اشوف علاقة الهيستوري بتاعت المرض للمريضة، هل فارق ولا لا، البي ام اي فارق ولا لا، البريجنسي عدد مرات البريجنسي كان فارق ولا لا. فيعني ادي مثلا لو انت بصيت شوف، خلي بالك هتلاقي هنا ان ميديان هنا فارق هنا اعلى من هنا، فهو بوزيتيف اكتر كل ما يكون تاريخ المرض
هتلاقي ان ده يؤدي مؤدات ان احتمال اعلى ان يكون المريض دي عندها برضه دايابيتس للاسف. نفس الفكره البي ام اي لو خدته بالاعتبار هتلاقي كل ما البي ام اي يزيد في احتمال اعلى ان انت تكون عندك دايابيتس. نفس الفكرة في البريجنسي، كل ما البريجنسي يزيد بشكل واضح احتمال ان يكون المريض عنده دايابيتس. طيب وكيف اتاكد في حالة الاكسبلوريشن؟ المهم دلوقتي انا بنيت الموديل، سبت المودلز الحقيقة وابتدي بقى واحدة واحدة كده افرمت الموديل واتفرج عليه. فانا ابتدي اعمل الكونفيوجن ماتريكس عشان اشوف البرفورمانس بتاعي. فقلت له من المودلز انا عايز اي موديل، عايز اس في ام، عايز اس في ام ريديو، اوكي، وهات لي البرودكشنز والاوبسرفيشنز الحقيقيه. اوكي سميتها اس في ام كونفيوجن. من الكونفيوجن اقدر اجيب التيبل فيرسم لي بالمنظر ده خلاص، ومن ثم اقدر اجيب الترو بوزيتيف وترو نيجاتيف وفورس نيجاتيف وفورس بوزيتيف. بليز راجع الفيديوز اللي اتكلمنا فيها عن الكونفيوجن ماتريكس، بناء عليه اقدر احسب البريسيجن والريكول. اوكي طبعا البريسيجن ترو بوزيتيف هقسمها ترو بوزيتيف بلس فولس بوزيتيف، ده البريسيجن بتاعي. طبعا بعدين يزود لي هنا النتائج، احنا ممكن توقف هنا وتشوف البريسيجن 86. وعشان تجيب الريكول ترو بوزيتيف اقسمها ترو بوزيتيف بلس الفولس نيجاتيف، وادي الريكول حوالي 80% الاف ميجر، هضرب 2 في بريسيجن في الريكول اقسمها بريسيجن بلس الريكول يطلع لي الاف ميجر حوالي 82 تقريبا. ده بالنسبة لي يا جماعة، بالنسبة للاس في ام. بعدين ممكن احسب الاكيوريسي بسبب الطريقة، نزل بقى الاكيوريسي. لو انا شفت الاكيوريسي هتلاقيه حوالي 77%. ماشي، لو انت عايز المعلومات بقى عن الموديل اللي هو الاس في ام، شوف البارامترز بتاعتك. طيب تعال نشوف اليوس الكوست سي، افضل انه كان يبقى 25 افضل حاجة، ودي السيجما بتاعتي، وال نمبر اوف سبورت فاكتورز اللي خدها في عين الاعتبار كان 483 out of all observations. ده التريننج ايرور حوالي 19%. طيب بعدين دخل في الـ NDA نفس الموضوع، هبني الـ confusion matrix احسب الـ decision والـ F measure الـ NDA، واحسب كمان الاكيوريسي بتاعته. اوكي الاف ميجر 83 بصراحه دي اعلى. لو انا شفت التفاصيل بتاعت الموديل هتلاقيه طبعا البريو بروبابيلتيز اللي ابتدى بيها من اخر السبورت بتاع البوزيتيف والنيجاتيف هيبتدي هنا بيه. خلي بالك ان عدد الكيسز اللي عندها دايابيتس مش قد عدد الكيسز اللي ما عندهاش دايابيتس، فهو ده بيحسب البرسنتج لكل عدد منهم. وابتدى بعد كده لكل جروب يجيب المين بتاعتك، لان انت في الاخر عندك تو جروبس نيجاتيف بوزيتيف، بتحسب المين بناء على كل الفاريبلز البريدكتورز. فهو عمال هنا يقول لك المينز بتاعت النيجاتيف بناء على البريدكتورز اللي كذا وكذا وكذا. ودي الكونفيشنز بتاعت ال LDA. وادي الـ R part حسب الـ confusion matrix part وحسب الـ precision الـ recall، ده طلع 80.8، ده الـ accuracy بتاعتي. تعالى بقى نشوف في أي تفاصيل ممكن نطلع بيها هنا. اوكي خلي بالك دي مجموعة الـ rules بتاعتنا، انت عايز تتفرج على الـ rules. ده الـ GLM الاكيوريسي بتاعتك. تعالى نتفرج كمان على الموديل ده،
الواي والاكس، خلي بالك ان ده لازم تبقى اكسبوننشال. ايه تاني؟ تعالى كمان ممكن تشوف الكوفيشنز اهي، احنا بس اتفرج عليها دي كي اهي، مش الكوفيشنز دي اي سي مهمة جدا. طيب ايه الكي ان ان؟ ديسيجن بول بريشر بريشر 70% اكيورسي ادي دي فيس ونطلع نروح نجيب 80% في الاكيوريسي بتاعته. اوكي حلو، تعال هنا بقى نتفرج نشوف الستاكينج. طيب ادي الاف ماجر للاس في ام الار بارت والان بي والان دي ايه والان نشيل الان. لو احنا بصينا عليهم كلهم هلاقي برضو اعلى واحد هو اعلى واحد هو الان دي ايه اتلو نشيل الان. انا دايما بفضل ان انا الفورمز ميتريك الرئيسي عندي هو الاف ميجر عشان بياخد البريسيشن ويقول الاثنين بعين الاعتبار. الاكيوريسي كويس بس لو في سكيومين في الداتا مش هيعتبر افضل ميتريك ساعتها، خليك في ميتريكس تبقى افضل. بليز تراي تو ستيك تو اف ميجر او ار او سي، يعني اي حاجه تانية غير الاكيوريسي مش هتبقى كافيه الاكيوريسي. طيب عندك طبعا البريسيشن سواء لكن تقدر تشوف الكلام ده. حاجه بقى عايزين نعمل ستاكينج، اعمل ستاكينج ازاي هكومباين البريدكشنز عشان ابني حاجه افضل. بص الحقيقه ان انا هستخدم جي ان ام، ان انا هعمل موديل جديد اخده بالسكس مودلز بتاعتي. ستاك كنترول هي نفس ستاك كنترول نفس السي بتاعتي او ستاك جي ان ام بشكل جديد. انا عايز اعمل طبعا سبب باكج اسمها كارت، انا هستخدم الكارت باكج ان انا هبصيله كل المودلز اللي عندي وهبني منهم موديل جديد من نوع جي ال ام. الميتريك بتاعت الاكيوريسي اللي عندك اكيوريسي، وعندك حاجة تاني مش متذكر ايه الاكيوريسي اللي كانت شغالة مش متذكر فعلا. طيب المهم ان انا هبني الموديل ستاكينج. الكونفشنز اللي طالعة عندي، الكونفشنز دي بتاعت طبعا ال كل واحد منهم اسم برامتر قد ايه الاستيمس بتاعته عاملة ازاي وقد ايه بيكونتريبيوت في الموديل النهائي. طب بناء عليه اقدر اعمل كونفيوجن ماتريكس للستاك بقى سنة الدنيا شوية. طيب ممكن طبعا تقارن البرودكشنز، تقارن البرودكشنز بتاعت الالجوريزمز المختلفة اللي جمعتهم في داتا فريم هتنزل هنا في البرودكشنز وانا بتفرج هنا عليها. ادي الستاك وادي ده كل ده برودكشن، ده بناء على ال دي اي بناء على ار بورد وهكذا وهكذا وده الرئيسي. يعني خلي بالك كان في حاجات هنا غلط، يعني مثلا ان اي بي اس حاسب غلط ايفن حتى الاس في ام بالنسبه للكيس دي كان حاسب غلط وهكذا. اوكي ممكن تشوف الريزلتس بتاعتك اللي هي الاكيوريسي انت عايز تجيبها من هنا كام انت عايز تجيبها من هنا. اقرب ما بيكون الفيديو ده بسيط. طبعا انت عندك كذا نوع انواع الريزلت، ممكن تعمل باجنج، ممكن تعمل بوستنج، ممكن تعمل ستاكينج. انا اخترت هنا ان انا اعمل ستاكينج. ملحوظه اخيره خلي بالك
الأكل ده مكانش أفضل ستيك، ممكن تعمله على الداتا، لأن إحنا زي ما شفنا لما نيجي نعمل كورليشن ما بين الألجوريزم والسيستم ده، وفي كورليشنز عالية أوي، عالية جدا. فأنت اللطيف هو إن أنت لو غيرت الألجوريزمز اخترت مثلا تبني ستاك بناء على ال دي اي هو بورد والكي ان ان بس، اللي هو الكورليشنز بينهم قليلة. تعالى نفضل الكلام ده كده خالص، وافضل ده كده خالص، تعالى نرن الكود كله، تعالى نتفرج المرة دي على الف ماجر الستاك هتبقى عاملة ازاي. الستاك هنا 87 88 أعلى من الإف ميجر لما كان مبني على ستاك من 6 ألجوريزمز. يعني أنت مش معنى كده إن الموضوع ستير معنى كده إن الستاك هيبقى أفضل.